يعني يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه، اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره، ده سمك ونطف في الميه وقفشته ما بقتش سهله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العم كله وانا المعلم وكلمتي على الرقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلب وسله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء ولا براء، انت انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ليكاني وباصي الدنيا ورايا بسرعه. اجري عفوا، دي خلف عار